قمت بإنشاء مصنع للمنتجات الورقية المناديل الناعمة، وأرغب أن أضع في كل علبة هدية، فما حكم ذلك؟ وعندما يشتري الزبون 10 قطع تعطى له علبة هدية، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز ذلك. وضع الهدايا على السلع من أجل ترغيب الناس في الشراء، فهذا يؤثر على الآخرين، على أصحاب المصانع الأخرى التي لا تضع هدية، فينصرف الناس إليك ويتركون الآخرين. هذا من ناحية، وهذا إضرار بالناس. الناحية الثانية أن هذا يحمل الناس على شراء منتجاتك طمعا في الهدية، وقد لا يكون لهم فيها حاجة، إنما يشترونها لأجل الحصول على الهدية، وهذا فيه إضاعة للمال.